بالمناسبة دكتور إيهاب، العلاقة بينكم كاتحاد كورة وبريرا علاقة جيدة ولا علاقة فيها بعض التوتر؟ لا مفيش توتر، خليني أكلمك بكل صراحة. احنا كنا مصرين على أو في البداية على أن حكامنا المصريين هم اللي يكونوا موجودين في نهائي الكاس، وأنا فاهم سؤالك يعني يقول إلى إيه. كلنا كنا بعد تفوق حكامنا في كاس الأمم الإفريقية قلنا لا، حكامنا يكونوا موجودين في نهائي الكاس. حكامنا هم اللي أداروا مباراة الأهلي والزمالك في مصر خلال الفترة اللي احنا كنا موجودين فيها، وفي فترة المهندس أحمد مجاهد. يعني احنا استمرنا بعد كده في الفترة اللي احنا تواجدنا فيها، ما فيش حكم جه من بره حكم مباراة الأهلي والزمالك، ده حكام مصريين. يعني ده احنا ماشيين على السنة دي. لا وبالمناسبة بالمناسبة وديكم الحق، وانا قلت الكلام ده امبارح، اشراركم واقتناعكم وتثبيتكم للحكام المصريين في المباريات المهمة الأخيرة في البطولات الكبيرة والمباريات المهمة، أعتقد ده كان ليه الفضل إنه يبقى اختيار عدد كبير منهم في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ويتألقوا بشكل رائع جدا. بكل وده اللي احنا في البداية، وأنا طلعت وأعلنت على لسان المجلس إن احنا هنستعين بحكامنا المصريين في نهائي الكأس، وكان الاتجاه كده. لكن زي ما أنت بتقول احنا طبعا بنلعب الدوري بتاعنا يدوب لسه راجع لنا ال 20,000 متفرج في المدرجات خلال الاسابيع القليله الماضيه، وكانت 5,000 وكنت نادرا لما تلاقي ملعب، فبرضه بنلعب مش تحت ضغط. لكن انا عاوز اقول لك حكامنا لما بيلعبوا بره في الترجي وفي النجم الساحلي وفي القاره الافريقيه في وجود جماهير بيثبتوا نجاح. صح.